أنا شمدين نبي من مدينة قامشلي، أحد معتقلين في انتفاضة آذار 2004. تم اعتقالنا بأواسط آذار 2004 في مدينة قامشلو. تم الهجوم على منزلنا، نحن مجموعة من الأخوة، بمنتصف الليل حوالي الساعة الثالثة تم مطاوقة الحي كامل، وتم نقلنا إلى سجن انفرادي في فرع الأمن السياسي بقامشلي. بقينا حوالي يومين في قسم الأمن السياسي بالمنفردة في القامشلي، وثم تم نقلنا إلى مدينة الحسكي. أثناء وصولنا إلى مدينة الحسكي تم شلح ملابسنا كاملا، وتم الشتم وإهانتنا لأبعد حدود لا يتصوره أي إنسان عايش على هذه الأرض. بعد ذلك من الفرع أخذونا على السجن المركزي في الحسكي بالطابق الثاني، غرفة لا يتجاوز 3 أمتار إلى 5 أمتار تقريبا. كان عدد المعتقلين حوالي 100 معتقل في هذه الغرفة. في المعتقل جميع الأساليب القذرة تم الاستعمال بحق المواطن الكردي، لا على التعيين. إذا أقول لك أنه والله بس أنا أو فلان من الناس، لا، جميع المعتقلين. ومن ضمن المعتقلين اللي كانوا معنا كان الشهيد فرات، معنا معتقل من قبل فرع الأمن الدولة. أول يوم أخذوه، ثاني يوم جابوه، كان تغير حتى لون بشرته من الضرب ومن الإهانة ومن التعيين. وثالث يوم أخذوه واستشهد فرهاد تحت التعذيب على يد جنجويد أمن الدولة في الحسكي. يعني لو تجي بدك تحكي مأساة انتفاضة قامشلو الخاصة بالمعتقلين، بتتذكر أمور ما أنك قادر تحكيها، لكن بالحقيقة النظام هذا كان نظام قمعي وديكتاتوري وشوفيني، ما فينا نوصف بشاعة هالنظام.